زي ما كنا بنتكلم في المقدمة وكرنا حتى في فقرة الصحافة، الحقيقة يمكن من أهم الملفات احنا بنتكلم فيها هي فكرة محاولة الاستغناء عن كل ما هو مستورد والاستعانة بما هو محلي، وده هيؤدي في الآخر إلى انخفاض الأسعار لمنتجات أو لعناصر حيوية زي الدواء مثلا. ويمكن اللي بيغلي أو من ضمن اللي مش بس يعني بيغلي بس من ضمن أهم المكونات اللي بتخلي سعر الدواء غالي واللي بتخليه مستورد في معظم الأحيان أو في بعض الأحيان هي المادة الفعالة. المادة الفعالة يعني اللي هي المكون اللي جوه الدواء اللي بيؤدي إلى ان الدواء يبقى فعال ان هو يشتغل. ففي كلام كتير جدا وفي اقتراحات كتير جدا من ناس بتحب البلد وناس معنيه بالامر وعندها خبره في هذا المجال بحكم شغلها او دراستها لمحاوله ان احنا نحاول نقلل هذه الفجوه وكمان نقدر ننتج مثلا المادة الفعاله دي في مصر. طبعا ده عنوان طموح جدا، بس كل عنوان طموح فيه تفاصيل كثيره قوي 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 قوي، وده اللي هنعرفه دلوقتي. ايه اللي ممكن يتعمل؟ ايه هي الانواع او ايه هو المتاح؟ ايه هو المطلوب علشان خاطر خطوه زي دي تحصل؟ ايه اللي ما يستحاله ان هو ممكن يحصل بحكم الامكانيات او بحكم التجهيزات المطلوبه؟ هذا الملف هيمشي ازاي لو فعلا حصل؟ ده اللي هنعرفه من ضيفي دلوقتي وهو دكتور حسام حجاج وهو صيدلي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. زي ما قلنا عنوان طموح ونوايا حسنه جدا، بس فعليا كل حاجه في الدنيا ليها تفاصيل وليها طريقه وليها خطوات. ما هو المطلوب في بلد زي مصر علشان تقدر تقول انا النهارده ممكن اساهم في انتاج الماده الفعاله بشكل كبير يقلل اعتمادي على المستورد؟ تمام. خلينا يعني نتكلم على الموضوع كجنرال الاول. صناعه وتجاره الدواء بتعتبر ثالث صناعه وتجاره على مستوى العالم في الربحيه بتاعتها بعد تجاره السلاح والمخدرات. يعني على سبيل المثال لو حضرتك دخلت او اي مواطن دخل على جوجل وبحث عن شركة دواء إسرائيلية هيلاقي شركة اسمها تيفا رأس مالها السوقي 50 مليار دولار، مش مليون، 50 مليار دولار. فشوف حجم الربح اللي موجود قد إيه. طيب عندنا هنا في مصر هل القصة ده هي الدواء هنا مربح؟ لا، الدواء هنا يسبب خسارة وخصوصا شركات قطاع الأعمال العام. على سبيل المثال شركات قطاع الأعمال اللي هي الخمس ست شركات خسرت سنة 2014 125 مليون جنيه، والسنة اللي بعديها 185 مليون جنيه. المفروض بقى في 2016 الرقم ده هيكون أكبر من كده. طيب إيه الأسباب بحاجة زي كده؟ هو ليه إحنا بنخسر وليه إحنا ما نقدرش إن إحنا نكسب المكاسب ده؟ أول حاجة بالنسبة لشركات قطاع الأعمال، عدد العمالة اللي موجودة فيها كبير جدا جدا جدا. المصنع اللي المفروض يبقى موجود فيه 200 عامل موجود فيه 2000 عامل، المصنع اللي المفروض يبقى موجود فيه 300 عامل فيه 3000 عامل. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا كل المواد الخام بنستوردها من بره. الاول خلينا نشوف هل احنا عندنا صناعة دواء ولا ما عندناش صناعة دواء. صناعة الدواء بتمر بثلاث مراحل. اول حاجة اللي هي مرحلة الابحاث والاستكشاف، المرحلة الثانية اللي هي صناعة المواد الخام، المرحلة الثالثة اللي هي صناعة الدواء اللي انت تعمله على هيئة تابلت أقراص أو شرب أو لبوس أو الشكل الصيدلاني الأخراني. طيب هل احنا عندنا أبحاث؟ لا، احنا ما عندناش أبحاث. هل احنا عندنا صناعة مواد خام؟ لا، احنا ما عندناش صناعة مواد خام. اللي احنا عندنا فقط صناعة تعبئة أو صناعة دواء، فقط صناعة تعبئة الدواء. ما عندناش أي حاجة بتتعمل في مصر خالص ولا مفيش أي مادة فعالة بتتعمل في مصر خالص؟ مفيش لا ريسيرش، يعني مفيش اللي هو البحث، احنا ما اخترعناش دواء لغايه دلوقتي، مفيش عندنا صناعه مواد خام، احنا فقط اللي احنا بنعمله صناعه تعبئه الدواء. انا طبعا هنا مش بتكلم على التكنيك، احنا يعني مصر متقدمه جدا في النو هاو بتاعه صناعه الدواء، لكن الحاجات التانيه دي مش موجوده. هل الحاجات التانيه ديت سهل ان احنا نجيبها عندنا مثلا المواد الخام؟ سهل جدا جدا جدا، وفي خلال 6 شهور فقط كل مشكله الدواء اللي احنا عمالين بنتكلم فيها دهيا من غير ما الدوله تدفع مليم واحد في القصه دي. 6 شهور؟ في خلال 6 شهور فقط. ازاي طيب؟ اقول لحضرتك لو بصينا على شركات قطاع الاعمال العام زي مثلا شركه النيل، الشركه العربيه، الخمس ست شركات دي. الخمس ست شركات دهيا موجوده في اولا هي كانت بتعتمد على التوسع الافقي، يعني مساحه الاراضي بتاعتها كبيره جدا.
دلوقتي المصانع بتعمل بنظام التوسع الرأسي، ان المبنى بيكون فيه 5-6 أدوار وفي خطوط الانتاج. ده بيؤدي الى ايه؟ ما انا هقول لحضرتك. الشركات ده هي المساحة الكبيرة بتاعتها دهيا ممكن ان احنا بنستغلها ازاي؟ ان الحكومة بتدي لكل مصنع من المصانع دهيا قطعتين اراضي في المناطق الصناعية، واحد منهم هيتعمل في المصنع بتاع الدواء والتاني يتعمل في المصنع بتاع المواد الخام، والأرض الكبيرة اللي بقت دلوقتي داخل الكتلة السكنية يتعمل فيها مجموعة أبراج سكنية. الشقة الواحدة في أي منطقة من المناطق ده هي أقل شقة ب1,000,000 جنيه، فأنت مش هتدفع ولا مليم. طيب التمويل بتاع إنشاء المصنعين دول منين؟ أولا المصنعين دول اللي هو يعني مثلا نفترض شركة النيل للأدوية، هناخد هنديها قطعتين أراضي، واحدة هيتعمل فيها المواد الخام والتاني هيتعمل فيها مصنع بتاع الدواء. كل اللي هتكلفه بالنسبة للدواء اللي هو فقط المبنى، لكن العدد والآلات هتتنقل ليها. مصنع المواد الخام ده هو ده اللي هيكون فيه التكلفة. التكلفة هتيجي من بناء الأبراج دهيت. طيب التمويل، التمويل ده هيكون عبارة عن قرض حسن من صندوق تحيا مصر لمدة 6 شهور، قرض حسن يعني الفلوس تاني هترجع لصندوق تحيا مصر. في خلال 6 شهور ممكن المبنيين دول أو المصنعين دول بدل ما كان عندك مصنع واحد بقى عندك مصنعين، المصنع الواحد منهم هتحط فيه 1500 عامل هنا هو و 1500 عامل هنا هو، يبقى أنت ال 1500 قسمت المشكلة، بدل ما كان فيه 3000 عامل بقى عندك نص المشكلة. المصنع بتاع المواد الخام دوت كل الانتاج بتاعه متباع سلفا، متباع من قبل اي حاجة، لان احنا ما عندناش مواد خام. احنا نقدر في ال6 مصانع دول ننتج المواد الخام اللي احنا بنستوردها من بره بمليارات الدولار، يبقى انت وفرت مليارات الدولار. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، حليت مشكلة العمالة الكبيرة. نمرة ثلاثة، تبتدي المصنع بتاع الدواء تبتدي تحسن فيه، تبتدي تعمل تطوير للحاجات اللي موجودة فيه، لأن طبعا المصانع من جوه فيها مشكلة في الإدارة، سوء إدارة، العمالة الكبيرة، يعني في حاجات كتيرة جوه المصنع نفسه ممكن بتتظبط بيخلي المصنع ده هو من ناحية التسعير، من ناحية الشكل العبوة، من ناحية التسويق، من ناحية الحاجات ده. يمكن أصلا في مشاكل كتيرة زي ما حضرتك اتكلمت فيها بقى، التسعيرة والتسويق الكلام ده كله، إزاي نقدر يعني نخلي في تسعيرة تخلي المواطن يعني كسبان وبرضو المنتج للدواء مش بيخسر؟ هو نظام التسعير اللي موجود في مصر نظام إلى حد ما بيخدم الشركات الأجنبية اللي بتشتغل في مصر وما بيخدمش الشركات المصرية اللي بتشتغل في مصر. على سبيل المثال لو حضرتك جبت مثلا أي مادة، نفترض مثلا مادة الباراسيتامول، بتتعمل على شكل صيدلي، على شكل دواء لنفترض مثلا اسمه سين، أول شركة أنتجته ده بتاخد 100%، يعني نفترض 100 جنيه. تاني شركة بعديه، وده طبعا بتكون الشركة الأجنبية، تاني شركة اللي بعديه بتاخد 40% أقل، يعني 60 جنيه. اللي بعديه 10% أقل، 10% أقل، 10% أقل، لغاية ما الصندوق بيقفل على 10 أو 12 مستحضر. فمعنى كده أن الشركة الأولانية اللي هي أنتجت، لو نفترض أن هي أنتجت مثلا 1,000,000 قطعة في 100 جنيه، يبقى عندك 100 مليون. الشركة التانية اللي هي المصرية اللي بعديها أنتجت برضو 1,000,000 قطعة، ف40 يبقى 40 مليون. يبقى معنى كده ان الشركه ده هي ربحت، فقط الشركه الاجنبيه ربحت 60 مليون من الصنف الواحد ده. هو الفلوس ده هي ما بتخشش هنا مصر، الفلوس ده هي بتورد على بره. طيب نقدر نحل المشكله ديت ازاي؟ اول حاجه الصنف الاولاني هياخد 100%، دي ما فيهوش مشكله. الصنف الثاني هياخد 10% اقل، الصنف الثالث 10% اقل، 10% اقل، وما يبقاش في صندوق. يبقى في النهايه اللي عايز ينتج في خلال في 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 المنظومه دهيت اللي هو 10% اقل 10% اقل، سواء هيكسب او هيخسر هو حر. طبعا ان احنا نفتح الصندوق ده هو ده في مصلحه المواطن، لان هيبقى فيه سعر دواء عالي وفي سعر دواء رخيص وطبيب بيختار. هو في تنظيم اصلا بين شركات قطاع الاعمال والشركات الخاصه فيما يخص صناعات الدواء او سعر الدواء؟ لا لا لا، كل شركه بتبقى مستقله بذاتها، ما فيش علاقه. ما فيش ما فيش تنسيق حتى بينهم من بعض خالص. ليه طيب؟
شركات القطاع الحقيقي يعني شركات القطاع الخاص كل شركه بيهمها ان هي تشتغل في الحاجه بتاعتها في الربحيه بتاعتها في القصه بتاعتها. في نقطه تانية مهمه جدا اللي هي نقطه التصدير. تخيل حضرتك انا قلت لحضرتك ان شركه دواء اسرائيليه شركه اسمها تيفا بتنت راس مالها السوق 50 مليار دولار. طيب تعال نشوف احنا بنصدر قد ايه. التصدير هنا هقسمه لجزئين، تصدير للخليج او للسعوديه خصوصا، وتصدير للدول الافريقيه. التصدير بالنسبه للسعوديه للاسف الشديد ان احنا كل اللي احنا صدرناه في سنه 2016 اللي هي اللي احنا فيها دهيت دلوقتي حوالي 100 مليون ريال. طيب حجم سوق الدواء في السعوديه في 2016 كان كام؟ 4.7 مليار دولار، مش ريال، 4.7 مليار دولار، في حين ان احنا صدرنا ب 100 مليون ريال. فتخيل الفجوه دي. المصدر الاكبر برضو اصل اهمني قوي موضوع شركات القطاع الاعمال والشركات الخاصه. هما شركتين اللي بيصدروا اللي هو شركه ايبيكو وشركه فاركو اللي يعني الموجودين هناك في السوق. ماشي، دي شركات خاصه. دي شركات خاصه. طيب تاني في قطاع الاعمال لشركات للدواء ما بيصدرش حاجه ليه؟ ما بقول لحضرتك ما هو هل هو ليه؟ علشان خاطر هل الدواء مش مناسب؟ هل هو مش على المستوى العالمي؟ ولا علشان خاطر في مافيا؟ ولا علشان خاطر الصحه بتنظمش الموضوع؟ ولا هو في مشكلة الموضوع ماشي ازاي يعني؟ التصدير بالنسبه لدول الخليج في مشكلتين اساسيتين. المشكله الاولانيه اللي هي التسعير، المشكله الثانيه اللي هي بايو كويفالنس ستادي او دراسه التكافؤ الحيوي. هنمسك اول حاجه اللي هي التسعير. نظام التسعير في دول الخليج بيقول 10% اقل من اخر منتج مسجل عندهم او سعر بلد المنشا ايهما اقل. فطبعا احنا بناخد سعر بلد المنشا اللي هو السعر اللي عندنا بيراعي المواطن المصري. على سبيل المثال نفترض مثلا دواء سعره هنا 15 جنيه، هيتصدر هناك في السعوديه برضه بال 15 جنيه، فطبعا الشركه مش هتقدر تصرف عليه هناك ان هي تجيب مندوبين وان هي يعني تكلفه المندوب هناك بتكلف حوالي 10,000 ريال شهريا. فمنتج ب 10 15 جنيه هتعمله ازاي؟ دي واحده. أوكي. النقطه الثانيه اللي هي بايو كويفالنس ستادي. البايو كويفالنس ستادي المراكز المعتمده في دول الخليج مركزين اثنين، واحد موجود في السعوديه والثاني وانا يعني انا يعني انت متخيل ممكن يكون موجود فين الثاني؟ فين؟ في الاردن. دول المعتمدين بالنسبه لهم اللي هم المراكز بتعتبر مركز عالمي. احنا عندنا هنا في مصر مفيش الكلام ده هوت. طيب البايو كويفالنس ستادي دي بتتكلف قد ايه؟ بتتكلف هناك 30,000 دولار. هي عباره عن ايه عشان بس الناس تبقى فاهمه؟ دراسه التكافؤ الحيوي بتقول ان المنتج اللي انت بتصدره ده هو مكافئ للمنتج الاجنبي الاصلي. ودي بقى قصه ثانيه خالص. بتتعمل دراسه بتتعمل دراسه في مستشفى. حلو قوي. لو في ضمانه بس في النقطه دي اوكي، بس هو لو في ضمانه معاك، بس هو في ضمانه للموضوع ده لو النهارده المستهلك بقى العالمي او المصري حتى عارف انه طالما البايو كويفالنت ستادي اتعمل زي الاف دي اي كده اللي هو فكره انه مصرح من هيئه المنظمات الدواء الغذائيه العالميه الامريكيه، خلاص نفس القصه في البتاع ده، على الاقل انا بقى عندي ثقه في الدواء. ليه؟ ودي حاجه هكملها بعد يعني او حاجه تكملها بعد ما تخلص وتطلع. فكره انه ما عندكش ثقه انه يبقى عندك، بيبقى دايما يقول لك ايه في المستورد وفي المصري، تقعد تبص على المصري كده تحس ان انت ما عندكش ثقه فيه خالص، وتروح للمستورد هو بيبقى 70,000 ضعف السعر، مع ان المصري ممكن يكون نفس القصه. في قله ثقه من المستهلك، وده زي في كل المنتجات يعني فيما هو صنع في مصر. كمل بقى نقطه عشان بس افتكرها ما تنساهاش. البايو كويفالنس ستادي دي بتتعمل على اي منتج، حتى هنا في مصر اما تيجي بتسجل الدواء لازم تعمل بايو كويفالنس ستادي. في مراكز هنا موجوده في مصر للبايو كويفالنس ستادي، بس المراكز دي مش واخده ابروفال عالمي. احنا محتاجين ان احنا نعمل الابروفال ده، هو لان انت عشان تيجي تصدر دواء مثلا للسعوديه عايز تعمل الدراسه ده، هي 30,000 دولار، اضرب ثمن الدولار كام دلوقتي؟ 20 جنيه مثلا، يبقى 600,000. انت هتعمل هتدفع 600,000 كشركه دواء، هتدفع 600,000 عشان فقط تسجل الدواء عشان في الاخر يتسعر لك ب 10-15 جنيه. طيب نقدر نحل المشكله دي ازاي؟ المشكله دي حلها بسيط جدا جدا جدا. اول حاجه بالنسبه للتسعير، اي شركه موافق عليها في السعوديه للتصدير يعني تزار المصنع بتاعها وقال ابروفال ان هو اوكي انت ممكن تصدر من الباي ايكويفالنت ستاديز، لا غير دي غير انا بتكلم على السعر الاول ماشي تجاريا يعني تسويقيا.
نفترض مثلا شركه زي شركه ايبكو اللي اتكلمنا عليها بتنتج مثلا صنف سين، بلاش اقول اسم دواء، سعر الصنف ده هو 20 جنيه، ماشي، انا اسجله له هنا هو ب 20 جنيه واسجل له نفس الصنف باسم تاني بالسعر العالمي ب 20 دولار، يبقى هو لما هيصدر هناك هيصدر بال 20 دولار، بس محتاج ان هو ياخد شهاده بان هو بيتسوق هنا في مصر. عشان ياخد الشهاده دهيا، هو طبعا احنا مش هنسوقه هنا في مصر، عشان ياخد الشهاده دهيا انا ممكن اخد منه 5% من الانتاج اللي بيصدره مجانا وينزل للتامين الصحي. اتحلت القصه بقرار صغير قد كده، هو يعني استفاده متبادله، استفاده متبادله. طيب. انا شجعت التصدير وجات لي دولارات من بره، ايه طيب. ايه الممنوع؟ ليه المستهلك المصري او المريض المصري، طب نسد النقطه دي الاولانيه اللي هي باي اكويفالنس ستادي، لازم يتعمل هنا في مصر مركز عالمي للباي اكويفالنس ستادي، لان دي هتوفر كتير جدا 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 وهتساعد في عمليه التصدير، وهتدي ثقه. اه صح، لو المستهلك عرف ان البايو كريفن ستادي ده يبقى معناه ان الدواء ده زي الدواء ده مفيش اي فرق. لا، ما البايو كريفن ستادي بتتعمل اوريدي هنا في مصر. طب امال ايه المركز نفسه اللي موجود هنا في مصر غير معترف فيه عالميا؟ حلو، بس هو المواطن العادي برضو بيرجع لنقطه مهمه جدا زي ما قلنا تاني، ليه النهارده انا بيبقى عندي دواء نفس الدواء ونفس، وعلى فكره بتيجي في حاجات، سيبك بقى من الادويه، ممكن تيجي في فيتامينز مثلا، الكالسيوم مش عارف ايه، يبقى قدامه الكالسيوم المستورد وقدامه الكالسيوم المصري، يروح للكالسيوم المستورد يمكن لانه ما عندوش، ليه؟ مع ان الكالسيوم المصري بتضمن الثمن. وخد بقى على كده حاجات كثيره جدا، لو هتكلم على ادويه مهمه نفس القصه برضو، في قله الثقه. لماذا؟ ليه؟ ممكن تكون مش هو دواء؟ هو ربنا يعرفه بالعقل، ممكن دواء ولا مش دواء؟ دواء. طيب فرق في ايه؟ ممكن تكون نقطه نفسيه من المريض، ممكن تكون اي حاجه. يعني ايه نقطه نفسيه يا فندم؟ ما هو ما ينفعش، يعني هل مثلا هو يعني الماده الفعاله بيتغش؟ لا، هي مش، هل الايفكت مش هو هو؟ هل هما هناك بيحطوا فيتامين بي وهنا بيحطوا فيتامين بي بلس؟ يعني ايه المشكله؟ ممكن يكون فيرست جريد سكند جريد حسب المواد الخام. يعني ايه؟ ما احنا عايزين برضو نوعي. ما يا فندم احنا بنتفرج عليها النهارده، حد هيقفل التلفزيون وينزل يشتري دواء. اه هو بقى نفسه يعني طبعا ان الموضوع يتحل والماده الفعاله تنتهي في مصر الكلام ده كله، بس في الاخر برضو نفسه انه يبقى عنده بدل ما يدفع 80 جنيه يدفع 8، لو عنده ثقه ان الدواء ده هيبقى فعال زي الدواء الثاني. فايه بقى فين المشكله بصراحه؟ حضرتك راجل صيدلي، يعني حضرتك في الاول في الاخر ده ملفه، في حاجه مش عايز تقولها؟ لا، مش ما فيش. هو في طيب. بص في المواد الخام فيرست جريد وسكند جريد. يعني ايه؟ زي في الهدوم، زي مثلا ايه، فيرست كوبي وفي سكند كوبي. ممكن في الدواء ممكن. اه كيف ازاي يعني؟ يعني ازاي يعني؟ هاو يعني ازاي ده دواء؟ يعني لا، هو بص، الدواء المصري فعال وفعال جدا، بدليل ان انت بتعالج بيه 90 مليون مصري وبيخف. نقطه واول السطر دي نقطه بتكون الى حد ما نفسيا عند المريض. انا عايز ارجع بس لنقطه تانية في موضوع التصدير. التصدير احنا قلنا بيتقسم لجزئين، الجزء الاولاني اللي هو لدول الخليج، الجزء الثاني لافريقيا. مصر بوابه افريقيا، يعني المفروض ان احنا نصدر بمئات المليارات لافريقيا. احنا بنصدر بقد ايه لافريقيا؟ مفيش. عشان كده المفروض ان نهتم جدا 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 بالتصدير لافريقيا. والقصه دي تتعمل ازاي؟ القصه دي تتعمل ب لازم يكون في حل جذري لصناعه الدواء. لازم يكون في وزاره خاصه بالدواء. وزارة للصيدلة والدواء، لأن ما بيفهمش في الدواء غير الصيدلي. على سبيل المثال، لو حضرتك جبت أستاذ دكتور في الجامعة في أي تخصص ومسكته وزارة الدفاع، إيه اللي هيحصل؟ أي أصغر صول فيك يا جيش هيلعب بيك كرة شراب. وده اللي حصل دلوقتي، إن شركات الأدوية بتلعب بمنظومة الدواء كلها. عشان كده لابد، هي تحولت المساله تجاريه مش تجاريه. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا مشكلتين رئيسيتين موجودين هنا في مصر، الصحه والتعليم. التعليم انا ماليش دعوه بيه، انا هتكلم على الصحه. احنا زمان اتعلمنا ان لما يكون عندك مشكله كبيره وعايز تحلها، لازم مش قادر تحلها قسمها لمشكلات صغيره وتعامل معاها. احنا عندنا الصحه مشكله كبيره جدا جدا جدا. طيب احنا الصحه خلينا نقسمها لجزئين، جزء الدواء
وجزء اللي بتاع المستشفيات. الجزء بتاع الدواء ده هو يتعمل له وزاره مخصوصه وظيفتها التارجت بتاعها نمره واحد صناعه الدواء وانقاذ صناعه الدواء اللي موجوده هنا في مصر عن طريق الانشاء مصانع المواد الخام زي ما قلت لحضرتك وانقاذ المصانع وانقاذ المصانع اللي هي لشركات قطاع الاعمال. الحاجه الثانيه اللي هي التصدير. التصدير يا جماعه والله والله اقسم بالله ان التصدير في الدواء يعوض لك السياحه ويعوض لك دخل قناه السويس ويعوض لك التحويلات المصريه. هو زي ما حضرتك قلت فعلا لازم يكون في ثقه في المنتج زي ما ده وده يرجع لي برده والله لو نفس الكلام هو في كل الملفات فكره الثقه في المنتج المصري. يعني النهارده مثلا انت ممكن تجيب دواء برضو عالمي خلاص ومثلا هو مثلا امريكاني يعني البراندنج بتاعه والمكون بتاعه مثلا بقى امريكاني من الالف الياء بس هو بيصنع وبيعبأ مثلا في السعوديه او بيعبأ في السعوديه مثلا خلاص بتشتريه لان انت عندك ثقه ان هو بالظبط في ما هناك في المؤسسه اللي بتقول ان هذا المكافئ تمام وزي الفل. فهل يقدر المستهلك العالمي يبقى عنده مثلا دواء مصنع في بلغاريا ومعبأ في بلغاريا خلاص ومصنع ومعبأ في مصر او معبأ في مصر وعنده ثقه فيه؟ هي دي بقى الفكره امتى نقدر ونفس البراند ونفس الدواء هو حاجه انترناشونال هل نقدر نعمل كده ولا حضرتك بتتكلم على ادويه مصريه صرف بيور تتصدر للخارج وخلاص باسمها بالبراندنج بتاعها بكل حاجه؟ لا حضرتك انا بتكلم على ان احنا نصنع مواد خام هنا هون على احدث نظام وفي خلال 6 شهور فقط 6 شهور من غير ما الدوله تدفع مليم واحد بدون اي تكلفه. يا جماعه والله والله اقسم بالله ان صناعة المواد الخام في خلال 6 شهور انت بتحل مشكلة الدواء كلها من الجذور. نتمنى فعلا. دكتور حسام الدين صابر صيدلي بشكرك شكرا جزيلا نورتنا في شهر الصيف. الدواء زي ما قلنا مسألة حيوية ومسألة استراتيجية يا رب يكون بنبص لها ببعد اكبر من الحال. شكرا.